خادم الحرمين الشريفين يحصل على جائزة الشخصية العام الثقافية لعام 2014 التي تمنحها جائزة الشيخ زايد للكتاب. وأيضا في ياهل لهذا المساء كسور خطيرة لأب وابنته بسبب سقوط أحد المجسمات المتهالكة في كورنيش جدة، والأمانة يقول أنه شيء عرضي. وأيضا ضرب مواطن في أحد أقسام الشرطة يتسبب في وفاته، وتفاصيل غريبة في هذه القضية. أيضا في ياهل لهذا المساء أنباء عن توجه حكومي بإعفاء المنشآت الصغيرة من دفع المقابل المالي لرخصة العمل للعمالة الوافدة، إضافة إلى باقي فقراتنا الثابتة. اهلا وسهلا بكم من جديد، مساكم الله بالخير. شكرا دائما لكل من يخصص جزء من وقته لمتابعتنا في هلا. تسبب الحقيقه سقوط مجسم جمالي ضخم باصابات خطره لاب وابنته اثناء يعني تنزههم في كورنيش جده الحمراء. طبعا تم تحويله مستشفى الملك فهد اللي تعرض طبعا الاب لكسر فقره الظهر، وقرر الاطباء اجراء عمليه جراحيه في الرقبه بجانب الشريان المغذي للمخ. اما ابنته التي تبلغ من العمر 7 سنوات تعرضت إلى كسر في الترق وبعض الرذوذ القوية. أمانة مدينة جدة أوضحت لاحقا أن سبب سقوط المجسم يعود إلى قوة هبوب رياح شديدة، وأن الحادثة تعتبر قضاء وقدر. نتابع هذا التقرير ثم نعود للنقاش. عندما تتحول وجوه الجمال إلى وحوش تهدد كل مقترب منها، عندما يصدر الإهمال تحت غطاء من الأحرف المنمقة تكمن المشكلة. كل هذا في القصة القادمة. طاح لي المجسم زوجي وبنتي، الدم كان مشرشر، ما لقينا علاج إلا مهدئات. أريد علاج سواء في المملكة أو خارج المملكة، يعني ما لنا غير زوجي بعد الله سبحانه وتعالى. أحمد السمكري وابنته ريماس واللذان توجها للتنزه في كورنيش الحمراء بجدة كانا مع موعد لسقوط أحد المجسمات الجمالية الضخمة بسبب الرياح، ما أدى إلى تعرض الأب إلى كسر في فقرات الظهر، إضافة إلى شج في الرأس ورضوض متفرقة، ما حدا الأطباء على إجراء عملية جراحية له بالرقبة بجانب الشريان المغذي للمخ في عملية خطيرة. أما الفتاة فقد تعرضت لكسر في الترقوة، إضافة لرضوض متفرقة في الجسد. وهنا تقص والدتها المقعدة بكل ألم ما جرى لابنتها ولزوجها الذي لا يسعى في علاجها إلا هو. كنا جالسين على البحر وتحت المجسم، فطاح عليه المجسم، أنا عدم استطاعتي على الحركة، قامت أم زوجي شافت زوجي تحت المجسم، طيب وبنتي، زوجي وبنتي، فحاولنا نسحب ما قدرنا، فحاولنا نستنجد بالناس الموجودة، فنقولهم ساعدونا، ما كان في أحد يعني كثير، لا يعني حريم. سحبنا المجسم، الدم كان مشرشر والدنيا كانت مرة، يعني زوجي ما يقدر يتحرك أصلاً، كان مغمى عليه ما كان يقدر يتحرك. وبعدين بنتي دم، وما صرنا يعني إيش أقولك، بين زوجي وبين بنتي، هذه أنا. أم زوجي برضو مسكينة ما كانت متحملة تشوف ولدها وبنت ولدها، يعني عارف، فزي كذا يعني مرة كان موقف مرة صعب، ما أقدر أوصف لك أكثر من كذا. والله كان في الطوارئ وما لقينا لغرفة ولا لقينا العلاج إلا الآن،
ما لقينا علاج إلا مهدئات ومسكنات، ويعني حالها يعني ما تنوصف. الأمانة بدورها صرحت عبر المتحدث الرسمي لها أن الحادثة تعود للرياح الشديدة والتي أسهمت في اهتزاز المجسم ومن ثم سقوطه، وأن المجسمات الجمالية تخضع لمشروع متكامل للصيانة، إلا أن الصور تظهر عكس ذلك تماماً، فالمجسم الذي وقع تبدو القضبان الحديدية له صديئة ومهترئة، فأي صيانة تلك التي كانت تخضع له؟ وتساؤلات أخرى يطرحها ذوو ريماس ووالدها مع التحية للأمانة. أناشد كل مسؤول ولي من يخص ولو أن يهمه الأمر، أنا أناشدهم وأقولهم أريد علاج سواء في المملكة أو خارج المملكة، يعني بعد الله سبحانه وتعالى أنا غير قادرة على الحركة، ولكن زوجي هو اللي يوديني ويجيبني، هو اللي يسعى في علاجي، هو اللي يعني هو كل شيء في البيت، يعني ما لنا غير زوجي بعد الله سبحانه وتعالى. شكرا للزملاء لمناقشة هذا الموضوع. يسرنا استضيف من استديوهاتنا في جدة الشقيق المتضرر من سقوط المجسم الأستاذ مازن سمكري، أهلا وسهلا بك. ويسرنا نرحب معنا في استديوهاتنا في الرياض بالمستشار القانوني بخيت الزهراني، كما ينضم لنا لاحقا المتحدث الرسمي باسم أمانة مدينة جدة المهندس عبد العزيز الغامدي. أبدأ معك أستاذ مازن، يعني أول شيء ألف سلامة، إن شاء الله ما إن شاء الله يعني تتحسن الصحة مستقبلا. ما الجديد في 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 الموضوع من ناحية العقوبات، من ناحية النواحي الطبية، من ناحية تفاعل الأمانة الدفاع المدني معكم؟ ما أسمعك. الله يسلمك. تفضل. يا هلا فيك وهلا في الأخوة المشاهدين والمشاهدات. الموضوع إلى الآن كما هو، ما في أي جديد في الموضوع. أخويا في حاليا في المستشفى، وللآن يعني ما صار في الموضوع شيء، تحت مهدئات ومسكنات. كل مستشفى تعطينا تشخيص، المستشفى الملك فهد قوات مسلحة أعطتنا تشخيص، والمستشفى الجامعي الآن أعطتنا تشخيص آخر. فإلى الآن ولا دكتور يعني راضي يعطينا شيء في حالته. طيب الآن الأمانة لم تعترف أنها مخطئة، الدفاع المدني ايش رايه في الموضوع؟ لا الدفاع المدني يا شباب ترى في ديلي في الصوت اذا سمحت، يعني وصلني قبل وما ادري هو كذا عند المشاهد ولا عالج الموضوع. تفضل تفضل استاذ مازن. طيب الدفاع المدني الى الان فاتح ملف التحقيق، الامانه ردها التجاهل، الى الان الامانه ما يعني ما ردت على الموضوع ولا راضية تخاطب الدفاع المدني. إلى هذه الساعة الأمانة ما ردت، أرسل لها أكثر من خطاب عن طريق الدفاع المدني وأنا أراجعهم، فكان ردهم التجاهل نهائيا. لا جون. طيب رفعتوا أنتوا رفعتوا دعوة قضائية أم لا؟ إلى الآن ما رفعت أنا الدعوة. إلى الآن أنا ما رفعت. تنور رفع دعوة قضائية؟ نعم. تنور رفع دعوة قضائية؟ نعم أكيد. طيب خليك معي أخوي مازن. أستاذ بخيت، يعني من ناحية القانونية هل ما يحدث طبيعي؟ رد الأمانة منطقي؟ إحنا نهول الموضوع، شايف وضع الأب وبنته. بداية بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. يجب أن نعلم ابتداء أنه مسؤولية الإدارة تنعقد عن تصرفاتها، سواء كانت هذه التصرفات في إطار الأعمال المادية أو القرارات الإدارية. فيما يتعلق موضوع الأخ السائل الآن أو الحالة اللي نعالجها الآن ونحن بصددها، الأمانة كما هو واضح من التقرير وكما ذكرت تقارير الدفاع المدني بأنه هناك سوء في الصيانة، يعني وأنه لم يعالج هذا المجسم كما ينبغي، ويعتبر هذا من قبيل التصرفات السلبية من قبل جهة الإدارة والممثلة في أمانة جدة، وهي تسأل عن هذا التقصير طالما أنها لم تجري الصيانة المعتادة مثل هذا المجسم، ناهيك عن أن المواصفات والمقاييس التي يجب أن ينشأ عليها مثل هذه الأمور
تقتضي أن يكون هناك مراعاة لحالة الطقس، كونهم في منطقة بحرية فيها ملوحة يجب أن يكون هناك صيانة دورية تحافظ على ديمومة هذا المجسم، أو عند لا سمح الله وجود ما يهدد حياة المارة أو مستخدم الشاطئ أن يتم إزالة هذا المجسم. وبالتالي فوفقا لقواعد المسؤولية التقصيرية وهي الخطأ والضرر والعلاقة السببية اللي تربط بين هذا الخطأ والضرر، تكون مسؤولية الأمانة عن أعمالها، بمعنى أن خطأ الأمانة تمثل في عدم إجراء الصيانة اللازمة لهذا المجسم نتج عن عدم إجراء الصيانة، سقوط هذا المجسم وإصابة هذا المواطن بضرر لم يكن ليحدث لولا سقوط هذا المجسم، وهذا ما يعرف بالعلاقة السببية أو الربط بين الخطأ والنتيجة التي وصلت إليها هذه الأخطاء. طيب أنت تنصح المتضررين بماذا يفعلون؟ ابتداء خليني أرجع إلى فلسفة وجود القضاء الإداري في منظومة القضاء السعودي. كثير من الناس يعتقد أنه عندما يكون هناك خطأ من قبل جهة الإدارة بأن هذه الدولة وبالتالي هي لا تسأل عن أعمالها، هذا الفكر كان زمان قديم، ولكن فلسفة وجود القضاء الإداري الممثل في ديوان المظالم الآن في المملكة العربية السعودية هو أن يقوم بإعادة التوازن بين الدولة في جهاتها المختلفة بصفتها تدخل في علاقاتها متسلحة بالسلطات وكونها صاحبة سيادة مع المواطن أو الموظف اللي يعمل في الدولة، بحيث يكون ند لهذه الدولة وهذه الجهات الحكومية، بحيث أنه يدافع عن كل حقوقه التي ممكن أن تمس من خلال ممارسة الإدارة لأعمالها. وبالتالي في حالة وجود أي تصرف، سواء كان هذا التصرف زي ما قلت قبل شوي قرار إداري سواء كان إيجابي أو سلبي، أو أن هناك جهة الإدارة كان يفترض عليها أن تقوم بتصرف معين أو جبه عليها النظام ولم تقم بهذا التصرف، فتنعقد مسؤوليتها عن هذا، وبإمكان من تضرر من هذه الأعمال أن يلجأ القضاء الإداري الممثل في ديوان المظالم للمطالبة بجبر ما أصابه من ضرر وجبر الضرر كما نعلم، أما بإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل وقوع الضرر فإن تعذر ذلك يسار إلى التعويض. طيب خلنا ناخذ المتحدث الرسمي اسمه مدينة جدة المهندس عبد العزيز الغامدي. مهندس عبد العزيز مساء الخير. مهندس عبد العزيز عاود الاتصال مرة ثانية. عاود لك اخوي مازن، حسب ما لدينا انه في مشكلة في الظهر بالنسبة لاخوك، ويعني والبنت بوضعها حسن بالنسبة لأخوك، يعني هل فعلا انه صحيح انه المستشفى الملك فهد ما تعامل معاه كويس، ام ان هذه يعني كلها شائعات خصوصا اول ما دخل يعني اول ما كان في المستشفى؟ لا، لما الاسعاف ودعا المستشفى الملك فهد قوات مسلحة بما انه عسكر في القوات البحرية، فجلسنا صراحة في الطوارئ لمدة 4 أيام أو 5 أيام تقريبا بحجة أنه ما يتوفر سرير، يعني فتكلمنا كم عفوا حالة حرجة ولازم من 4 إلى 5 أيام تقريبا نحن في الطوارئ في غرفة معاه 2 مريضين بس، يعني قاموا باللازم، يعني خلال هذه الأيام كانوا يقومون بعلاجه، يعني مسكنات، سووا الأشعة ومسكنات ومهدئات وفي مكانه يعني في الطوارئ جالس. طيب بعدين جلسنا تقريبا لمدة 5 خلك معي أستاذ مازن، معنا على الهاتف المتحدث الرسمي باسم إمارة مدينة جدة المهندس عبد العزيز الغامدي. مهندس عبد العزيز أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا في علي، مرحبا بك ومرحبا بأخوان الحاضرين والمشاهدين. أنتوا لازلتم مصرين اللي صار قضاء وقدر؟ احنا ما قلنا قضاء وقدر، اشوف كل شيء مكتوب علينا يا اخي. اول شيء قبل كل شيء بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على رسول الله. اول شيء انا اطلب الله سبحانه وتعالى ان يشافي الاخ السمكري ويخليه لعائلته ويديمه بالصحه والسلام. في نفس هذا اليوم اللي صار في الحادث كان في هناك هواء شديد جدا مر على محافظه جده، والهواء ساعد على طيح المجسم. إيه بس وش معنى هذا المجسم بس، يعني ليش ما طاحت المجسمات كلها؟ والله هذا المجسم نفسه كان محطوط على 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 يعني كان الرابط فيه
عبارة عن حديد قوي جدا يربط بالمجسم. طب أنتم ما عندكم صيانة يا مهندس عبد العزيز؟ إلا عندنا يا أخوي عادي، عندنا شركة متخصصة تقوم بأعمال الصيانة، والحقيقة وجهها معالي أمين محافظة جدة دكتور حامي أبو راس بإجراء التحقيق اللازم لمعرفة المتسبب في هذا الموضوع. ده. طيب مهندس عبد العزيز، يعني ما تشوف انكم انتم استعجلتوا لما قلت انه في هواء شديد وحملتوا الموضوع للطبيعه قبل ما تطلع نتائج التحقيق اللي وجه فيه الدكتور هاني ابو راس؟ لا، انا بقول يا اخوي علي انه ساعد في عمليه طهي المجسم. هذا ك ك ك ك ك ك كاستطلاع اولي على الموقع نفسه، لكن التحقيقات جالسه، يعني التحقيقات مستمره في عمليه معرفه. بس يا مهندس عبد العزيز، انت تعرف انه احيانا بعض التصريحات تقتل اي تحقيق، يعني انت تقول انه في هواء وبعدين لجنه كانك انت اعطيتهم النتيجه باكره. الامر الثاني، انتم لما حتى لو كان يعني نفترض جدل انه الامر طبيعه ولا كان في هواء شديد ولا شيء، هذا الرجل اللي تضرر، يعني انتم وين دوركم الانساني في الموضوع؟ تخيل 3-4 أيام هو يعني في غرفه الطوارئ وانتم علمتوا انه طاح، ليه ما كان في تدخل انساني من بغض النظر عن الاسباب والمتسبب؟ نقلتوه الى مستشفى خاص، حاولتوا انه يتعامل معامله خاصه، يعني تشعرون انه يعني تقدموا له شيء انساني بحكم لكم علاقه فيما حدث له. اولا في البدايه انا حبيت يعني اقول ان الله يشافيه ويعافيه ويقيمه بالسلامه، ونتمنى من الله سبحانه وتعالى ان يعافيه ويخليه لعائلته يا اخي. اما فيما يخص هذا فاحنا يعني الحقيقه ما كنا نعرف فين الموقع بالضبط وفين محطوطين، وما كان في عندنا وسيله اتصال بالعائله، فهذا اللي خلانا احنا ما نوصل للعائله. واحنا يعني مهندس عبد العزيز عندكم طرق 70 لو بغيتوا وصلتوا، لكن انا اللي يهمني في الموضوع انه هل سمعت الراي القانوني الاستاذ بخيته الغباش محامي مستشار قانوني معانا؟ ايوه سمعت. واحنا عندنا اداره قانونيه تقوم بعمليه التحقيق مع الجدار المختصه، والدفاع المدني اذا وصلنا شيء فاحنا لن نتاخر يا اخوي عادل. تماما مندوب الامانه حيكون حاضر في التحقيق مع الدفاع المدني. طيب هذه اللجنه اللي وجه فيها المهندس هاني الدكتور هاني ابو راس، هل هي يعني من مشكله من عده جهات ولا من عندكم انتم في الامانه بس؟ لا، من عندنا، من الامانه. عندنا بالامانه، بس الدفاع المدني لو وصل شيء يا اخوي علي صدقنا حنكون معاه. طيب متى راح تطلع النتائج هذه اللجنه؟ والله يا اخوي علي انا اللي اعرفه انه شغالين فيها، لكن انا اللي مستغرب ان الدفاع المدني هذا اذا ارسل خطابات بالكلام هذا، فارجو انه يكون في عندنا رقم وتاريخ خطاب عشان نقدر نروح له. لكن انا الى حتى تاريخ الان لم يصلنا شيء، يعني لم يصلني شيء انا معلومه انه والله الدفاع المدني طلبه. استاذ بخيت، عندك شيء تبغى تقوله للاستاذ عبد العزيز؟ فقط يعني احب اكد، يعني طبعا احنا نطرح الراي القانوني بكل حياديه، ما عندنا اي خصومه مع الامانه ومع غيرها، لكن هذا يعتبر كما قلت قبل شوي من قبيل الخطا المرفقي، وهو خطا مسؤول عن الامانه. لا يجوز بحال من الاحوال ان تتعذر بعوامل طبيعيه او الا ان كان هناك يعني تدخل بشري من عنصر معين، فهنا تقوم مسؤوليه عن هذا الفعل. اما ان كان كما ذكر وانه كان نتيجه وجود رياح ونتج عن سقوط هذه الإصابة، فالأمانة مسؤولة بدون شك. نعم. تعلق مهندس عبد العزيز؟ لا أبدا، الرأي القانوني هو بيقوله من طرق خبرته. احنا عندنا دراسة قانونية، أنا ما أقدر أقول لك والله شيء من الناحية القانونية، والله ما أعرف، ما أقدر أرد عليك في الكلام هذا، لأن أنا ما متخصص في الناحية القانونية. طيب. فاحنا عندنا إدارة قانونية متخصصة تقوم بعملية التحقيق في هذا الموضوع. نعم، شكرا للمتحدث الرسمي للأمانة من جدة المهندس عبد العزيز الغامدي. الأخ مازن تفضل، احنا قطعناك، وإذا بتعلق على هذه المداخلة. طيب الأستاذ عبد العزيز يقول إنه ما وصلنا شيء من الدفاع المدني. أنا إلى اليوم الساعة 12 في الظهر أنا عند الدفاع المدني وما جاهم أي شيء من الأمانة، والأمانة متجاهلة الموضوع تماما. أرسلوا لهم أكثر من خطاب وأنا مسؤول عن هذا الكلام اللي أنا بتكلمه. الأمانة متجاهلة الموضوع. وبالنسبة للمجسم، إذا هو يقول على هوا كان طاحت المجسمات كلها، المجسم تالف تماما ومتآكل، وعلى فكرة المجسم مكتوب عليه 1409 من تاريخ 1409 المجسم، وأنا أعتقد الكورنيش هذا افتتحوه قبل كم شهر بتكلفة يعني عشرات الملايين، فكيف المجسم من 1409 ويرجع في نفس المكان
يعني والله انا حاليا نحن نطالب بس بعلاج اخويا سواء داخل المملكه او خارج المملكه، انه الى الان هو طريح الفراش وعلى التحاليل وعلى المغذيات فقط. عموما الامانه يقولون كانوا مضيعين العلماء ما عرفوا يوصلوا لكم، الان احنا جاهزين، وهذا كلام الامانه انه لازم اقل شيء يكون في دور انساني، يعني اذا تبغون الارقام تبغون معلومات ندلكم. واتمنى الحقيقه من امين مدينه جده المهندس الدكتور هاني ابو راس انه ينظر لهذا الموضوع انسانيا، وايضا ينظر له تنظيميا داخل القطاع. احنا نقول شوي هوا عندنا، طيب ليش ما طاحت المجسمات؟ طيب ليش ما ساعدتهم؟ يقول ما استدلينا على الموقع، قضاء وقدر، ما قلنا قضاء وقدر بس قلنا رياح، بعدين كوننا لجنه. انا اعتقد انه يمكن اداره الازمه هذه شوي ما كانت موفقه، لكن باقي في وقت، اذا يعني قال شيء الرجال يعني لا يضرر اكثر. يعني تقول شيء حبيب خيط؟ ابدا، يعني كل ما استطيع ان اقول انه اؤكد مره اخرى، يعني لانه الطريق مفتوح لمن اراد ان يحصل على حق او اصيب بضرر نتيجه سلوك معين من قبل جهه الاداره. الدوله اوجدت جهاز قضائي مستقل قائم، له نظامه، له قضاته، له اجراءاته، فقط علينا ان نعرف الطريق ونحسن كيف نتعاطى مع امورنا والحصول على حقوقنا. نعم، شكرا لك المحامي السر القانوني بخيت الغباش، شكرا ايضا للاخ مازن سمكري وهو شقيق المتضرر اللي طاح المجسم عليه، شكرا للمهندس عبد العزيز غامدي المتحدث باسم مستشاره مدينه جده اللي كان معنا. فاصل ونعود لكم في قضايا اخرى وفقرات اخرى.